السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، تحية من أخوكم أبو محمد بلاي جيجل. الموضوع تاع اليوم شوية معقد ومش معقد، حساس ومش حساس، ولكن نقدر نقولكم مهم جدا جدا جدا، لدرجة لا يمكنكم تصورها، وهو أننا نعيش في الوهم، الوهم فقط. كيفاش نعيش في الوهم؟ واحد نسقس روحو كيفاش نعيش احنا في الوهم؟ أنصت بعناية، listen closely، أنصت بعناية. تشوف في اليوتيوب هكذا، كي تبحث على كيفاش تدخل الدراهم عن طريق اليوتيوب وعن طريق الفيسبوك وعن طريق البلوغر هذا برنامج كما يقولوا مدونة. حط لي هنا واحد المصري، هنا الباندي المصري هنايا، مكتوبة ازاي تكسب $500 شهري من جوجل باستخدام موبايلك فقط. نسيو على بالك هذا الموضوع يعتري مباشرة، كي الفراشة على بالك تشوف الضوء تروح على بالك تطول الضوء، باكو شي صار الفراشة تتحرق، تشوف تنوض الصباح على بالك تلقى الفراشة كيف نقول لكم احنا هنا في جيج البغوش والحشرات طايحه في الارض على بالك محروق على بالك. واحد يقول لك الكسب $300 من مشاهدة الفيديو، واحد يقول لك ازاي حققت $1000 من بلوجر، ازاي حققت $1000. واحد هنا يقول له كيف كسبت $12000 خلال شهر واحد. قال لهم خلال شهر واحد من الانترنت كسبت $12000. هو كي تشوف هكذا على بالك تشوف مع وجهه مليح، ماشي تاع $12000 هذا الشخص، ماشي تاع $12000، مستحيل. شوف وجهه بان ماشي سمين، ماهوش مش بعشر رقاد، مباليش كيف ماشي تاع $12000. سبحان الله، عايشين في الوهم يا جماعة، فطنوا شوية. كاينه حاجه تعلمت انا درك من كاتب امريكي ياباني، هو ياك اللي حالا نسيت الاسم نتاعو هنا، ولكن او هنا الاسم نتاعو روبرت كيوزاكي. فوالا الفرق بين الاصول والالتزامات، كتاب الأب الغني الفقير للكاتب، الأب الغني الأب الفقير للكاتب روبرت كيوزاكي. صدقوني يا جماعة والله العظيم تسمعوا الكتاب هذا، والله واحد ما يقول لكم الكلام هذا مستحيل. هذا أمريكي راح عاش في الولايات المتحدة الأمريكية، ياباني قلت أمريكي، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. سبحان الله، يعني ويعطيك فوائد مستحيل انك تلقاها في المدرسة ولا في المتوسطة ولا في الثانوية ولا في الجامعة ولا مع المجتمعات المتأخرة ذهنيا وفكريا. هو شخصيا قال السبب بالكوارث اللي حاصلة ان المدرسة ما تعلمش الناس، مستحيل تعلمك حاجة، تعلمك الفشل والكسل والخمول، خاصة المدارس في العالم الثالث، تعلمك الحشو، تحكم الطفل هذاك مسكين على بالك تعمر له راسه تاريخ جغرافيا ادب عربي فرنسي تامازيغ
فيزياء كيمياء دوك. ومن بعد كي تروح يقربوا الامتحانات تبدا المشاكل بين الرجاله والنساء على بالك، وهذا يضرب في المراه نتاعو والمراه نتاعو تضرب فيه على بالك، وتقول له لازم تعاوني والراجل عيان ما قادرش، والمراه تقول له انا كرهت حياتي انا مليت انا بلا 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 بلا. في الاخر الضحيه شكون هو؟ الابن، ابن مسكين. نخرج مجتمعات كامله من الفاشلين، مجتمعات كاملة من الفاشلين، مجتمعات كاملة من الفاشلين. ولذلك قبل ما نختم الختام، يعني عندي حاجة حاب نقولها لكم يا جماعة، قالها واحد أمريكي إيطالي من أصل إيطالي. قال 99% يعيشون في الوهم فقط. So that means 99% of the people are living in a delusion. ولذلك نتمنى ما نقولكمش الرابط ولا اللينك، ثم تروحوا تواليو على طالعوا 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 طالعوا، بحثوا 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 حتى توصلوا للحقيقة. وإحنا في العالم الثالث رانا كارثة يا جماعة، رانا كارثة في التفكير تاعنا في كل شيء، رانا وهم. كون ما نخيروش طريقنا من الآن فصاعدا رانا كارثة. يعني بين قوسين مزدوجتين مثال بسيط جدا، مثلا الدولة حبت دير الخير في الشعب، طلقت له مباشرة، طلع الرقم من 70 إصابة إلى 200 إصابة. هاو الشعب هذا على كرشو برك يعيش، على كرشو برك الشعب يعيش على جال البطن والفرج والهواتف ريزاكسيس وعلى لي بورتابل على بالك، بلا 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 الكلام الفارغ، يباتوا يهضروا وينوضوا يهضروا في الليل هو راقدين وهم يهضروا وبلا بلا 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 ولا شيء في حياتهم يعيشوا. فهمت كيف؟ يعيش لا شيء يموت لا شيء، واحد ما يتفكروا غير كيدفنوا ويحطوا عليه التراب على بالك، ينساو الناس كامل كاع. سمحوا لي يا جماعة على الإطالة في هذا الكلام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.